بالغاز المسيل للدموع والخرطوش اعتدت قوات الامن على مظاهرات طلابيه رافضه للانقلاب العسكري بجامعه المنيا، خرجوا للتنديد بسجن واعتقال زملائهم، فدخل عليهم هؤلاء لاسكاتهم. ولم تكن جامعه الازهر بمدينه نصر بعيده عن غاز قوات الامن. أما هنا بجامعة القاهرة فقد نظم الطلاب فعاليات تحت عنوان الحرية للجدعان للإفراج عن زملائهم المعتقلين، كما نددوا بقرار المجلس الأعلى للجامعات بتقديم موعد امتحانات نهاية العام. ما يعتبرش بالنسبة لي تقديم امتحان ولا حاول، ده يعتبر بمثابة إلغاء الترم، وإلغاء الترم ده نابع من حاجات كتيرة جدا، إن الجامعة والحكومة كلها مش قادرة تسيطر على الحراك الطلابي في كل الجامعات المصرية من مظاهرات ضد عسكرة الدولة وضد بلطجة الداخلية. وفي كلية الحقوق بجامعة حلوان كان للفعاليات الطلابية طابع ساخر يعبر عن لسان حالهم وما يتعرضون له منذ بداية العام الدراسي من قمع أجهزة الأمن وقرارات فصل تعسفية. لم يختلف الحال كثيرا هنا في جامعة المنوفية، حيث تواصلت مظاهرات الطلاب ضد ما أسموه بالقضاء المسيس في يوم شهد صدور حكم بحبس 12 من زملائهم 4 سنوات بتهم تتنوع بين التظاهر والعنف ورفع شارات رابعة. وتحت عنوان مفيش، نظمت طالبات جامعة الفيوم وقفة احتجاجية تنديدا بقمع الحريات والانتهاكات المتواصلة بحق الطلبة.